أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله الهادفة إلى إنشاء مجموعة عمل من الدول الأعضاء لمساندة جهود الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على أهداف التنمية المستدامة، وتسمية هذه المجموعة بأصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة لتحسين سبل مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة معاليها أن الترحيب والتأييد الذي لاقته المبادرة من المنظمات والشخصيات الدولية المشاركة في المنتدى يعكس التقدير الرفيع والمكانة المرموقة التي تبوأها سموه على المستوى الدولي ورفع اسم مملكة البحرين عاليا في المحافل الدولية، وإضافة لمسيرة الإنجازات الحضارية لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما أكدت معاليها الدعم النيابي الكامل لكل ما من شأنه مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن وضع استراتيجية عالمية تعزز من حق الأمن الصحي للشعوب باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن العالمي بمفهومه الشامل هو تأكيد للنهج البحريني الحضاري.